صراحة هلا بنروح لموضوع بهم الكتار، والكل عم يسأل عنه ويعمل ريسيرش على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يحقق الهدف اللي هو بده اياه، وهي الحميات الغذائية الخاصة بالتنحيف. طبعا وهي العشوائية اللي ما أنا مستندة على قواعد صحية ولا أي رياضة بتساعد على التنحيف. أكيد إحنا اليوم بدنا نصحح هاي المعتقدات ونعرف شو هي أهم الرياضات ممكن تساعد على خسارة الوزن، وأيضا الحميات الغذائية مع غيث عدرا مدرب رياضي. يسعد صباحك يا غيث، كيفك؟ يسعد صباحك غيث. السؤال اللي دائما بيسألوا كل الصبايا والشباب، شو هي أكثر رياضة بتنحف؟ خلينا نبدأ من هون. نحن شو رأيك بهذا السؤال؟ كيف ممكن أنت تنصح كل شخص نوع الرياضة اللي بتناسب له؟ تمام، هلا هذا السؤال دائما اللي هو يعني عن جد الأكثر رواجا، إنه أنا شو لازم ألعب؟ وبلاك أنا مثلا رايح ألعب أيروبيك أو هي رياضات السرعة اللي هي فيها حرق، إنه أنا بهيك بنحف. هي هذا الشيء يعني خاطئ تماما. تمام، الرياضة أي نشاط رياضي بعمله أنا هو بيؤدي إنه ينزل وزني. رح نعطي مثال كثير بسيط، يعني بعمرنا ما شفنا رياضي محترف عم يلعب اي رياضه مهما كان يكون نوعه ناصح او عليه كرش مثلا، هي شيء حتمي. تمام، تمام. نوع الرياضه نحن اول شيء بنحدده حسب نحن شيء بنحبه، يعني مثلا في ناس مثلا اكثر شيء بصير عند الصبايا بتجي على النادي انا لك انا ما بدي العب حديد، صح انا بدي العب مثلا فيتنس، تمام بدي العب مثلا زوم بهي الاشياء. فنحن بنعمل النشاط الرياضي اللي نحن بنحبه اللي نحن بنكون مرتاحين فيه، على اساسه بنبلش نحن نحط خطه تغذيه. تمام، لانه يعني كل نوع من الرياضات له شيء محدد بالغذاء. فبرد بقول اهم شيء موضوع نكون عم نحب هذا الشيء، لانه اذا نحن ما عم نحب هي الرياضه عم نلعبها فما رح نستفاد. مو يعني اذا كل الناس عم تلعب مثلا زومبا فنحن نروح نلعب زومبا لانه هي عم تنحف، لا، اي نشاط بدني خلال اليوم ما في شيء بيحرق اسرع من شيء، في شيء بيحرق اسرع من شيء، بس يعني هاي نسبيا هي كثير بسيطه. يعني عم تحكي مثلا فرق 100 او 200 سعره حراريه باليوم، عرفتي؟ فلا اعملي شيء انت بتحبيه بينتج عندك، يعني بتلاقي نتيجه اسرع وافضل. تمام، طب خلينا نحكي شوي عن انواع الحميات العشوائيه اللي انت عم تشوفها وعم تتبعها بعض الصبايا وما عم يخسروا وزنهم. اول شيء هي الحميات بتناسب الكل ولا لا؟ طيب هلا بس كمان بس هون موضوع لانه كثير مهم. هلا الناس بدها تلعب خصوصا حديد، هي لها حميات خاصه وترتيبي خاصه بيطلع مدرب حديد بيحكي فيها. الرياضات الثانيه مثل مثلا الفيتنس الكارديو وهي الاشياء هي عموما التغذيه فيها واحده، عرفتي؟ الشيء اللي عم يصير دائما انه عم يصير مغالطه، انه الناس عم تقرا على النت حميات تغذيه للناس اللي عم يلعبوا كمال اجسام او حديد، فهي الاشياء ما بتمشي معهم. فيها بروتين، فيها بروتين مثلا، او والله مثلا لازم تاكل بعد التمرين كذا او قبل التمرين بساعه، او شيء منك كثير صح، بس مو يعني مو لك انت، عرفتي؟ لكل واحد حسب هو شو عم يلعب. طب اللي بده يخسر وزن بعد قد ايه ممكن ياكل من رياضه؟ طيب وشو ياكل؟ طيب هي هذا السؤال اللي هلا بلشت لك اعطيك هيك مثال غذائي سريع. مثلا دائما تصبح مثلا اللي حابب يخفف وزنه لازم ينزل مثلا بعد قهوه، يعني بعد اي شيء فيه كافيين. تمام، يفضل ما يكون نازل هو فطران، يعني هذا الموضوع بيساعده على الحرق اكثر لانه جسمه ما راح يكون في غير عم يستخدم مخزونه فقط. تمام، بعد الرياضة بحوالي 30 دقيقة لل 60 ما أكثر من هيك ياكل، حتى لو عم ينزل وزنه لازم ياكل، بالنهاية بيصير عنده انهيار، بيصير عنده مثلا مثل دوخة. هلا كمان في شغلة كثير مهمة، الناس اللي عندها انخفاض سكر، وهذا كل شخص بيحدد شيء منه هو، يفضل قبل التمرين تاخذ مثلا قطعة فواكه. هلا في ناس مثلا بجيبي أي واحد ممكن يلعب رياضة ساعتين ما نواكل لسه عادي، بس جيبي ناس لحظة عملت جهد فورا بينخفض مخزون السكر عندها فهي بتدوخ بتلاقي نفسها، فهذا موضوع كل شخص بيراقبه. بعد مثلا التمرين بحوالي 30 ل 60 دقيقه كثير منيح انه ناكل. الوجبه اللي بعدها لازم تكون حوالي بعد ساعتين، وعلى اساسه نحن هون بدنا نكفي النظام، يعني حسب انا شو هدفي وحسب انا قديش حابب اخسر وزن وقديش السرعه. بس الموضوع الاهم انه دائما ما يكون خساره الوزن، يعني الحد المثالي لخساره الوزن بين 4 و 8 كيلو بالشهر، اكثر من هيك هذا شيء غلط. قادرين ننزل 10 وفي ناس تنزل 15، بس هذا شيء غير صحي لاعضائك الداخليه، هي متعوده تعطيك هرمونات او انزيمات كرمال هي الكتله اللي وزنها بنفترض 50، عملتي لها انت ب 30 يوم 35 كثير صار في خبطه. تمام، طيب كوتش قد ايه مهم اليوم شكل الجسم توزع الدهون يراعي اي مدرب او اخصائي تغذيه حتى قبل ما يوصف اي حميه او حتى اي نوع رياضه؟ تمام، هلا هي الشغله دائما عم تصير انه مثلا انه انا الدهون عندي عم تتجمع مثلا بالورك، في ناس تتجمع دهونها بالبطن، يعني هلا بتلاقي واحد نحيف عنده كرش، نحيف ما في اي ورك، ما في دهون بس عنده كرش. تمام؟ في ناس هيك، هي اول شيء طبيعه الجسم،
حسب كل انسان وعم تتجمع دهونه حصلا يعني وحده من هاي المنطقتين اكيد. هلا كمان في هاي المعادله بتصير كمان انه مثلا انا بدي اترك دهون بالورك، نحن ما لنا قادرين نترك دهون بمحل او مثلا نحرقها بمحل او شيء، دهون بتنحرق بالجسم بشكل كامل بشكل عام تمام، مع المحافظه على الكتله العضليه تمام. يعني انا مثلا بدي اترك لنفترض مثلا الورك عريض، مو يعني انا مثلا بصير باكل دهون صحيه فانا بضل دهون صحيه وبتروح الدهون السلبيه، هي المعادله خاطئه. انا لازم دائما اكون عم بعتمد على نظام يتناسب معي، هي اول شيء. وثاني شيء مثلا التدريب هون بيلعب دور، انه انا مثلا بدي احافظ مثلا على حجم الورك مثلا تمام، هون بصير بركز على هي التمارين، بعطيها تمارين معينه اليه معينه كرمال انا احافظ على هي المنطقه اللي بدي هي ونميها تمام. يعني التغذيه هي 70% بس كمان الرياضه هي 30% حتى اركز على هي الشيء اللي بدي اعملها. طيب شو هي العواقب السلبية خلينا نحكي للناس اللي عم يتبعوا حميات غذائية خاطئة وعم يتبعوا رياضات ما عم تتناسب مع الحميات؟ تمام، هاد يعني هاي الكارثة اللي عم تصير، وهي هي يعني شيء يومي ودائما. مثل بتلاقي ناس بتقول لك انا مثلا صلي 7 شهور او 8 شهور عم بنزل على النادي او عم بلعب رياضة كذا ما عم بلعب، هاد الشيء سبب هي الشيء اللي حكيتي عنه انت، اللي هو انه اما حمية غلط اما رياضة غلط تمام. هلا عشان نحن دائما سهل تغذية على الناس، انا بنحف او بنصح حسب مجموع سعراتي الحراريه، هذا المقياس حساب سعرات صار موجود على النت بكثير، يعني ما له شيء كثير صعب او بده معادله او بده حدا خبير، لا بتحسب مثلا مجموع سعراتي باليوم مثلا، فنفترض انا بحاجه 2000 انا حابب انحف، يعني انا 2000 حتى سبك انا بدي 2000 كالوري بضل ثابت، حابب انحف بجيب 1500 وما دون، وحابب انصح بجيب مثلا 2500 واعلى تمام، بس على شرط. يعني هلا في هي المغالطه دائما بتصير، بده ينصح وبده ينحف هن بياكلوا نفس الاكل، يعني ما انه هذاك مسمح له شيء هذاك مسمح له، لا هن نفس بياكلوا نفس الاكل بس بكميات غير، ممكن يكون في شغلات كثير بسيطه بس الاساسيات، يعني هذوك بياكلوا رز وهذوك بياكلوا رز، يعني مثلا عندنا الناس اللي بتنحف بتخاف تاكل رز، انه لا انت لازم يعني جسمك بده كربوهيدرات اكيد، يعني ما راح تعيش على هذا الغلط. اول ما بتبلش الناس بالحميه بتقطع الرز بتقطع الخبز بتقطع خبز دائما كثير شغلات خبز دائما ايه. بس الرز ايه دائما عم بيخافوا منه انه لا رز مثلا او مثلا صفار البيض، هي هلا الناس واو صفار البيض دهون صحيه، يعني هو لازم اكله، يعني هلا مثلا بتلاقي ناس بتقول لك لا انا ما باكل مثلا صفار البيض، بتلاقي هو راح يتغدى مثلا فاست فود لانه كنت كل الصفار، معلش هذاك مفيد الفاست فود ابدا مو مفيد، فهي الشيء ما لازم نهمله، ما لازم يعني اذا انا والله سمعنا انه زينا مثلا ماسكه هي الدايت عم ماشي عليه بروح انا امشي مثله، لا كثير في فرق بيني وبيني وكثير في فرق، وهذا شيء يعني حديث طويل بين نظام تغذيه للصبايا والشباب، لانه كثير في اشياء مغالطه بيننا وبينكم من هرمونات وفيزيولوجيه الجسم حتى معدل الاستقلاب، فدائما مثل ما قلت لك لازم انا راجع خبير هون حتى اعرف شو بدي احط نظام تغذيه، والرياضه برد بقول لك، يعني هلا انا كوتش فتنس وكارديو واكيد رح شجعك على الرياضه، واكيد كوتش كره القدم رح يشجعك عليها، واكيد كوتش الحديد رح يشجعك عليها، بس بهمنا انت شو بدك، يعني انت تشوفي حالك تجربي حالك بكذا محل، تشوفي حالك وين حبيتي وين انبسطتي وعلى اساسه بنكفي. تمام، كمان بنسمع عن كثير من انواع الحميات الغذائيه سواء الصيام المتقطع والكيتو، وانتشرت بشكل كثير كبير، شو مدى صحه هي الحميات؟ في منها فعلا شفنا نتائج لها، هل هي نتائج مؤقته ممكن يسترجع الجسم كميه الدهون او الوزن يلي حرقه؟ طيب هلا الكيتو شغال، هلا بالاساس هدول النظامين التغذيه اللي صاروا هن صاروا لاسباب صحيه تمام. يعني ما صاروا للرياضه، بعدين الناس استخدمت مع الرياضه عرفتي؟ يعني هن كان في ناس معها مشاكل مثلا من الكارب او حساسيه الجلوتين، عندهم هذا الاختراع ولاحظوا انه وزنه صار ينزل، فالناس صارت تتبعهم بالرياضه تمام؟ هلا نحن ما عرفنا نقول نحن ضدهم، نحن بالاساس ضدهم، بس هن صاروا شيء ماشي هي الايام والناس عم تتبعه. هلا الكيتو مثلا اللي هو النظام بيعتمد على ايقاف الكارب وزياده نسبه الدهون، اوكي حلو، بس يعني في هون موضوع كثير مهم، ما كثير الناس يعني تطمع انه مثلا تروح دهون البطن، عرفتي؟ مع انه انت دهون البطن ما بتروح الا اذا انقطعت الدهون، تمام؟ عدا عن ذلك مثلا انت اي شيء عم تاكليه فيه دهون، يعني اذا انت عم تاكلي صدر دجاج مهما كان حتى لو سلو عم تعمليه كثير دايت هو فيه دهون، عرفتي؟ فانت فعليا صارت كل نهارك من الصبح للمساء عايشه على شغلتين، دهون وبروتين، هذا شيء خاطئ بالنهايه للجسم، خاطئ على المدى الطويل، واحد رح يمشي فيه شهر شهرين اوكي. حتى نظام الصيام المتقطع هو شيء كثير خاطئ، انت عم تحرمي جسمك ساعات طويله فعلا من يعني من مكونات اساسيه، يعني مثلا فيتامينات، شو نحن ناس عم ناكل طبيعي وعم نشبع وعم نعمل 4-5 وجبات ونظام الحل بيطلع عنا نقص، فما بالك ناس عم تعمل هيك انظمه طويله. فلا انا كغيس دائما مع انه نمشي بنظام التغذيه الطبيعي اللي يتناسب مع سعراتنا الحراريه، مع طولنا وعمرنا وجمله دمنا
والاهم طبيعه شغلنا يعني، عرفتي؟ هلا مثلا بتلاقي الناس اللي بيشتغلوا اشياء فيها جهد بدني مثلا ايا كان نوع العمل، بتلاقيهم نوعا ما ما بيكون عندهم بدانه، لانه هن عندهم المصروف باليوم اكثر من اي ناس مثلا عم تشتغل. مثلا لاحظي الناس بتشتغل اشياء مكتبيه، غالبا هدول الناس بيطلع لهم كرش، بيطلع لهم ورك، غير انه جلوس بيساعد على الموضوع، هن ما عندهم زياد مصروف بالسعرات الحراريه، عرفتي؟ فشو ما عمل يعني، شو ما عمل باليوم، هو يا دوب صرف بين نومته وشغله 1000 سعره، عرفتي؟ طيب غيس، خلينا نحكي على نصائح اخيره، شو الممنوع منعا باتا للي بدهم يعملوا حميات غذائيه مشان الكل يستفاد؟ طيب. غير الخبز. هلا اول شيء انا ضد اي مواد خارجيه للحلق والدهون، تمام؟ فينا نرجع لشيء كثير طبي مثلا مثل الكارنتين، هذا حمض اميني اوكي، هذا فينا نجيبه من الصيدليه موجود، بس هي الاختراعات الثانيه انا ضدها، مع المشاريب اكيد يعني، هي مثلا مكونه مثلا مثل الزنجبيل تنفترض والليمون وهالاشياء حلوه، هي كل شيء طبيعي، بس اي مواد خارجيه انا ضدها، تمام؟ لان اذا عن جد بدك تاخذها بدك تروح تعمل تحليل كثير دقيق ويتناسب معك، ممكن تعمل لك اذيه توصل لمراحل قلبيه هي الاذيه. الممنوعات مثل ما بنحكي دائما، المعجنات بكامل انواع حلويات الا الناجي عن الشوفان الرضيانين فيها، بشرط ما يدخل فيها سكر مثلا، عرفتي؟ فينا نعمل معجنات من الشوفان بتطلع طيبه ولذيذه ودايت. الحلويات 100% يعني، هلا مو الحلويات، السكر، عرفتي؟ يعني السكر شيء للرياضه، هو المغذي الاول للخلايا السرطانيه، هي الدراسه العالميه المعروفه، تمام؟ لسه عندنا الموضوع الزيوت، يعني كل شيء فاست فود، هي يعني هي الجريمه بحد ذاتها. وموضوع دائما الناس عم تحمله الملح، يعني ما عم نقول لك ما تاكل ملح، قول هلا في ناس بتقطعه لفتره بيكون عندها شيء عم تشتغل عليه اوكي، بس انت لازم يعني تخففه وتاخذه باعتدال، يعني انا بكون كل النهار عم بحط ملح وبيجي بالليل باكل موالح، ما عم نقول لك ما تاكل بذورات، كل بذورات بس تكون غير مملحه، عرفتي؟ حتى المكسرات نفس الموضوع، كل مكسرات اكيد، بس في مكسرات او اشياء من الموالح كثير فيها كميه ملح عاليه، شيلك عن الضغط وهالاشياء كلها، زياده احتباس السوائل بالجسم، هاي الاشياء مثلا بتعمل للناس بتعمل مثلا معهم ارق ليلي، عرفتي؟ زياده تطلب الماء، هذا شيء مو كثير منيح، لانك انت مو جسمك عم يتطلبه بشكل طبيعي، عم تطلبه نتيجه الملح، تمام؟ بس طيب يا كوتش، الموالح موالح والعيدان المزحه والطيفه متى وزنجبيل اكيد بكل الاحوال مثل ما قلت يمكن نعتدل من كل شيء، يمكن هيك بنرضي حالنا وبنرضي اجسامنا وبنضل محافظين على اجسام حلوه. بدنا نشكرك كوتش على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.